الأهلي يفقد نقطتين أمام البنك الأهلي بعد تعادل سلبي وأداء متواضع. أخطاء عديدة ومباراة غريبة وخطأ تحكيمي فاضح في الشوط الأول. كابتن محسن، رأيك في مجمل المباراة؟ يعني الشوط الأول كان فيه صعوبة في اختراق النادي الأهلي لفريق البنك نتيجة اللعب بطريقة الزون ديفنس لفريق البنك وعدم استغلال النادي الأهلي هذه الطريقة في الضغط من الجناحين أو من العمق، فكان تاو والشحات بعيدين عن المستوى طوال هذا الشوط وربما الشوط الثاني أيضا، يعني مما استلزم تغييرهم في نهاية المباراة، وكان المفروض أن يكون التغيير في وقت مبكر لأنه ظهرت حالة من عدم الفورمة على فريق على تاو وعلى الشحات، يعني كان من المفروض يتم تغيير في وقت مبكر عن ذلك، ولكن المدرب رأى أن يستمر على أمل أنه الاثنين قادرين على التهديف في أي وقت، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة كما يقولون، وتحتاج الأمور إلى قرارات سريعة لتعديل النتيجة. عامة الشوط الأول انتهى بتفوق نسبي لفريق البنك الأهلي على فريق النادي الأهلي، وأتيحت له فرصتين من انفرادين، نجح مصطفى شوبير في التصدي لهم، احنا أتيحت لنا فرصة للشحات انفراد تام ولكنه أضاعها. الشوط الثاني كان التفوق واضح للنادي الأهلي، مع مرور الوقت هبط أداء مستوى البنك الأهلي وارتفع مستوى النادي الأهلي، وأتيحت العديد من الفرص لكهربا ولتاو وللشحات ولم تستغل بطريقة سليمة، كان هناك نوع من الرعونة في التسديد، كان هناك نوع من عدم التركيز، كان هناك نوع من التسرع في التعامل مع هذه الفرص، كان هناك أيضا سوء توفيق في الهدف الذي تم احتسابه من الكرة العرضية التي رفعها سليم وسجل منها ربيع الهدف، ولكن الكرة احتسبت لمسة يد وهي بالفعل لمسة يد. عموما الفريق الشوط الثاني أفضل، ولكن الخطورة والفرص والإيجابية لم تكن موجودة، كنت تشعر بأنه الفريق لن يسجل في هذه الحالات، لن يسجل في هذه الأوضاع، لن يسجل في هذا الطريقة بتاعت اللعب، إنك تلعب برأس حربة واحد وسط هذا الزحام، لا تستطيع أن تسجل، لا تستطيع أن تخلق فرص كثيرة، لابد من المغامرة كما فعل في نهاية المباراة بنزول لاعب ناشئ، المفروض أنك أنت يعني تديله وقته عشان يخش في أجواء المباراة، ولكن لم يجدي هذا التغيير. عامة التعادل خسارة بالنسبة للنادي الأهلي، خسرنا نقطتين، والأسبوع الماضي خسرنا نقطتين أيضا أمام الاتحاد، لابد من وقفة لتعديل وتحسين الأوضاع وإعادتها إلى نصابها، سواء بعمل تغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق أو محاضرات فنية أكثر للاعبين حتى يدركوا الأخطاء التي وقعوا فيها خلال الفترة السابقة.